انا ايه من الاول من الاول اوكي، انا عارفها انا عارفها انا عارفها. انتو يا عم لا كلنا عارفينها، احنا عايزين نغنيها مش انا نقراها. ستو انا ايه ستو انا ستو انا الله قلبي بورتو انا بس برتقال بسر، مرات برتقال بس عصر مش برتقال عارفها بس بسر. قلبي ناشفة بس فيها بذرة بتحب بضمير عبد الله. قلبي بطيخة صيفي ينفع كفاية كده؟ مش حافظها. لا قلبي بطيخة مش عارف ايه يا ابني، انت بتقرا يا ابني. مش عارف انت رحت فين. اوكي ده انت تنقصه بوينتس كده اخرس بقى يا صح؟ عمدي. خلاص كفاية عليك، مش عارف احفظها. ياسر بالك انت اللي اقترحت اغنيه دي ممكن تغنيها؟ ايه يا مستر؟ ايه بما انك اقترحت الاغنيه دي ما تغنيها تاخد 10 لو بوينتس، فيها بوينتس ماشي يعني. فيها 10 بوينتس. 10 بوينتس؟ ايه يا عم، ده ما عندك زيرو ما عندك 10. الله مستر ينفع اغنيها ماشي. انا؟ لسه ايه راح احفظها للحصه الجايه واقولها المره الجايه. مستر بس عايز حد ماشي بس يقول معايا الله. ماشي خلصانة ماشي يا معاك. عم، انا هقول ماشي. عندك اهو لوشاين واحمد واحمد وعبد الرحمن احمد هيدخلوا. الله يلا ماشي. هي يا ست انا ست الله انا انا هي يا ست انا الله لا الله اسكت يا قلبي قلت انا صور ملكك وانت حره تصوري عصيت الله قلبي كم متراية ناشفة جوه منها بيت بتحب الضمير الله الله فاتح شباكي فاتح شيشي وقلت الطارق ما تمشيشي بتقول يا هتيجي ما بتجيشي ما يكون انه ايه يا ست انا ست انا انا ايه يا ست انا الله بس كده. سقف عشان مجهود. مستر رقم عليه على فكرة المستر طالما اتأخر كده المفروض نخليه يغني. يا ده انت لسه تسمعي بعد محاضرة من أولها جديد، المستر عمره ما بيغني. بالظبط هعمل الكورة وكده عارفة، بس it's unfair يا جماعة، المفروض نعمل حاجة عن الموضوع ده. لا لا، هو انت النقطة دي واو على لوحدها فكرة أصلا احنا ممكن ما يخليك تغني حطيتهاش عشانها. يعني. هو يعملها ما تنعرف. عاش يا ياسر الصراحة، عاش يعني. أنا جات لي مكالمة في النص بس عاش. You gain the 10 points صراحة، مجهودي بس الله عليك. أي دي أول 10 points تاخدهم من أول السنة. طيب يلا بقى التركيز بقى. عبده نزل الشاشة عندك، عليك يا عبده. مستر انا هخرج وادخل تاني بس عشان الكاميرا معلقة. مستر ماشي ثانية، البوينتس بتاعت الستاتستكس والبي 1 والبي 2 كلهم ديفرنت؟ طبعا كل حاجه حاجه لوحدها، لان كل واحد اسيستنت مختلف واكسل مختلف. ماشي. ماشي ده معناه بس ان انا طالب مختلف في كل دول، يعني انا هنا الله. انت كأنك ما تعرفنيش. لا يا حبيب قلبي. الاكسل هو اللي بيتغير، الطالب ثابت. طيب دلوقتي يا جماعه، شابتر الفاكتور اند ريميندر سيرم ده شابتر لذيذ،
برضو شبه الالجبرا. وكان ولو انت فكرت في الكونسبت بتاعه هتلاقيه كان قديم شويه لما كنا بناخد لونج ديفيجن زمان، فاكرين زمان وانا صغير كنا بناخد لونج ديفيجن. هو بقى الدرس ده ازاي بقى؟ تعال نشوف. الراجل بيجي يقول لك اسمه فاكتور اند ريمايندر سيرم، فالراجل بيجي يديك فانكشن مالكش ايدك من عندك انا ايوه، قال لك الفانكشن دي اللي هي اف اوف اكس اللي هي اهي الراجل مديها لك اهو، دي الايكويشن بتاعتها. الراجل بيقول لك يا لوجين شيلك من على خدك، بيقول لك لو انا عوضت هنا بالاكس برقم واداني فاليو زيرو في الاخر يبقى ده فاكتور. يعني يعني تعال نشوف السؤال على طول بيجي ازاي. بيقول لك شو ذات ان اكس ماينس 2 از فاكتور. فانا بقول ايه على جنب، بقول لو اكس ماينس 2 فاكتور فده معناه ان انا بسويها بزيرو، يعني بقول اكس ماينس 2 ايكوال زيرو، يبقى الاكس بكام؟ الاكس ب 2. الله عليك. هاخد ال 2 دي واروح اعوض بيها مكان كل اكس. لو جاي مشي ايدك لو جاي من على الكيبورد ارجعي ورا ايدك 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 باك 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 ايوه الله عليك. تاخد ال 2 دي تعوض بيها ان هو مكان الاكس، فاروح اعوض بال 2 مكان كل اكس، طلع الفاليو في الاخر كام؟ طلع كام الفاليو؟ زيرو. طالما الفاينل انسر طلع الزيرو يبقى فعلا ده فاكتور، يبقى زير فور اكس ماينس 2 از فاكتور. قالك طب لو كانت بقى رقم في الاخر يبقى هو ده الريميندر. يبقى انا هاجي هنا في البي بيقول لك فاين ذا ريميندر وان اف اوف اكس از ديفايدد باي اكس بلس 3، بعمل نفس اللي عملته اقول اكس بلس 3 ايكوال 0، يبقى الاكس بكام؟ نيجاتيف 3. الله عليك. اخد النيجاتيف 3 اعوض بيها مكان كل اكس، طلعت الفاليو كام؟ -100. يبقى ريميندر بكام؟ -100. يبقى ده ريميندر الرقم اللي طلع لي. يبقى لو كانت فاكتور، يعني ايه فاكتور؟ يعني من الاخر الايكويشن دي ديفيزبل باي اكس ماينس 2، ده كلمه فاكتور. فلو كانت فاكتور لما اعوض بالرقم هيطلع لي زيرو. لو كان لو كان في ريميندر يا لوجين لما اعوض هيتبقى رقم وهو ده الريميندر. حلو كده. بعد لما انت اثبتت يا لوجين ان اكس ماينس 2 فاكتور، يجي راجل يقول لك فاكتورايز كومبليتلي. يعني ايه فاكتورايز كومبليتلي؟ يعني هات لي الفاكتورز التانيين، لان انا عارف ان دي اكس باور 3 صح، فاكس باور 3 دي معناها ان انا عندي كام براكت؟ 3. انا في اي اثبتت ان اكس ماينس 2 براكت منهم. عمر ماجد يا عمر عشان خاطر ما تقفلش الكاميرا مره واحده كده، يعني قول ارفع قول لي اي حاجه، قول لي يا مستر معلش هقفل الكاميرا واحده عشان في حاجه بتاع ما تفاجئنيش والنبي. فلما يقولها فاكتورايز كومبليتلي يبقى انا عارف ان انا عايز اجيب البراكتس الثانيه، لان انا عارف ان ده اكس باور 3 معناها 3 براكتس. فانا جبت واحد في اي عرفت ان واحد منهم فاكتور منهم اكس ماينس 2 عايز اجيب الاثنين التانيين. قال لك بيبقى عندي طريقتين. اول ميثود يا لوجين اسمها لونج ديفيجن. ايه اللونج ديفيجن دي؟ تعال ناخد الرقم على وايت بورد ونكتبه. حد كان يحفظ الايكويشن دي عشان يملها لي؟ حد يحفظها؟ اف اكس كانت ايكوال ايه؟ يو اكس كانت ايكوال 2 اكس باور 3 minus 5x squared minus 5x squared plus x plus 2. صح كده؟ ايوه. وانا عارف ان x minus 2 is a factor صح؟ طيب انا هحلها لك بطريقتين، نقي اللي انت عايزه يا روان، الاثنين accepted. اول طريقه يا عبد الرحمن احمد نزل الكاميرا ترن ترن. يا ابني اطلع فوق يا ابني، خناقه تاني يا ابني، اطلع فوق يا ابني، حط شلته تحتك، حط كرسي. ليه اكتر من كده والله؟ غريبه والله. ارفع اللابتوب من ورا. طيب. اهو ميشيل قال لك اهو، اسمع كلام الاستاذ ميشيل لو سمحت. غريبه والله. طيب خلاص يا ميشيل، انا قلت له معلش، هو يسمع كلام بعد كده. حنين اجيب لك كوبايه نسكافيه؟ شكلك عايز نسكافيه عشان تفوق. انت هيا. صح؟ ما انا حاسس.
جانا مين مزعلك يا جانا؟ حط ايدك على خدك وراسك وعينك ماشي معلش. لو مريم عادي، لو مريم معلش. طيب اول طريقه يا جماعه اللي اسمها لونج ديفيجن، دي اول طريقه انا هحلها. لونج ديفيجن قال لك بتروح كده اهو تكتب هنا اهو تحت الايكويشن بتاعتك اللي هي 2x باور 3 5x سكوير بلس x بلس 2، واكتب على الشمال الفاكتور الاولاني بتاعه بتاعي اللي انا عارفه هو x ماينس 2، اكتبه هنا اهو. حلو كده؟ حلو كده؟ رجعين معايا؟ ايوه معايا. حلو، بتاخد اول رقم عندك اللي هو 2x باور 3 تعمله ديفايدد x يديك كام؟ x باور 3 2x سكوير. سوري صح كده؟ قال لك خلاص تقوم رايح تعمل 2x سكوير ده تايمز الاكس ماينس 2، فلما تعمل 2x سكوير تايمز x يديك 2x باور 3 صح ولا غلط؟ 2x كيوبز ماينس 4x سكوير ماينس 4x سكوير اللي جت منين؟ اللي هي 2x سكوير تايمز نيجاتيف 2 اداك نيجاتيف 4x سكوير. قال لك تروح تعمل التو ايكويشنز ماينس بعض، لما اروح اعملهم ماينس بعض هلاقي ان دي راحت مع دي صح ولا غلط؟ نيجاتيف 5x سكوير ماينس ماينس 4x سكوير يديني نيجاتيف 1x سكوير صح ولا غلط؟ بلس x بلس 2 مظبوط؟ هعمل نفس اللعبه تانية يا ياسر. يعني بس انت نزلت بلس 2 دلوقتي اللي مش المفروض بعد ما تعمل لا لا بنزل بقيه التربات كلها. اوكي بعد كده يا مشيل وليد اخد النيجاتيف x سكوير اعملها ديفايدد الx يديني كام؟ x squared minus 2x. لا نيجاتيف x squared divided x يديني كام؟ نيجاتيف x. اكتبه نيجاتيف x اكتبها هنا فوق اهو. وبعد كده ارجع اعمل نيجاتيف x times bracket تاني. فلما اعمل نيجاتيف x times x يديني نيجاتيف x squared. صح كده؟ نيجاتيف x times negative 2 يديني positive 2x. صح وغلط؟ الساعة اتلغوت. في اي حتة يا ياسر؟ من الاول لانه نيجاتيف اكس بلس اكس بلس 2 يعني عملنا ايه بعدين؟ حلو احنا عملنا ماينس ماشي؟ فلما عملنا ماينس ال 2 اكس باور 3 راحت مع نيجاتيف 2 اكس باور 3 صح ولا غلط؟ الترم اللي بعديها يا ياسر نيجاتيف 5 اكس سكوير ماينس ماينس 4 اكس سكوير يديني كام؟ ماينس اكس. الله عليك بقى كده نزلت الاكس بلس 2. وبدات ثاني لا عملت نفس الخطوه ثانيه يا وليد. ايه هي نفس الخطوه؟ عملت النيجاتيف اكس سكوير ديفايدد اكس اداني كام؟ نيجاتيف اكس سكوير. لا نيجاتيف اكس بس مش عملت نيجاتيف اكس سكوير ديفايد نيجاتيف اكس ديفايد اكس قصدي انا عملت ديفايد ده اول ترم فعملت نيجاتيف اكس سكوير ديفايدد اكس يديني كام؟ اكس نيجاتيف اكس او كتبتها فوق اهي. بعد كده رجعت عملت تايمز عملت نيجاتيف اكس تايمز اكس اداني كام؟ نيجاتيف اكس سكوير. بعد كده نيجاتيف اكس تايمز نيجاتيف 2 اداني كام؟ 2x بالظبط كده. رحت عملت ماينس هعمل ماينس هنا اهو ده ماينس ده نيجاتيف اكس سكوير ماينس ماينس اكس سكوير يبقى كام؟ راحت مع بعضها نيجاتيف اكس. ماشي اكس ماينس 2x يديني نيجاتيف اكس صح كده؟ وانزل ال 2 يبقى بلس 2 مظبوط؟ مظبوط. هعمل نفس اللي عملته المره الثالثه هعمل نيجاتيف اكس ديفايدد اكس يديني كام؟ نيجاتيف 1 اهو كاتب فوق نيجاتيف 1. وبعد كده اعمل نيجاتيف 1 تايمز براكت نيجاتيف 1 تايمز اكس يديني كام؟ نيجاتيف اكس. نيجاتيف اكس بلس 2 نيجاتيف 1 الله عليك نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 يبقى بلس 2 صح؟ اروح اعمل ده ماينس ده لما اعمل ده ماينس ده
نيجاتيف اكس ماينس ماينس اكس راحت مع بعض، 2 ماينس 2 راحت مع بعض وتبقى 0 صح كده؟ طالما انت وصلت للزيروهات يا مريم تعرف انك شغال صح وترسم هابي فيس. حلو كده؟ يبقى انا عارف دلوقتي، انا عارف دلوقتي يا روان ان التو براكتس بتوعي او التو فاكتورز بتوعي هما x ماينس 2 تايمز البراكت الكبير اللي هو 2x سكوير ماينس x ماينس 1 صح ولا غلط؟ طب اللي فوق اللي هو بالجرين x سكوير ماينس x دول هيفضل كده 2x سكوير ماينس x ماينس 1 ده هيعمل بيه ايه بقى؟ ما هو ده فاكتور التاني بتاعي يا اهو. اوكي اوكي ولسه يعني احنا كده خلصنا، لسه بقى هاخده اعمله فاكتورايز كمان ازاي يا سيف؟ قال لك هيبقى عندك هنا اكس ماينس 2 وتاخد البراكت الكبير ده تعمله فاكتورايز على الكالكوليتر مود 5 3 هيديك كام وكام؟ صح كده؟ صح كده يا شباب؟ ايوه صح. هو ده الفاكتورايز كومبليتلي، هو ده كده خلاص، هو ده اللي هو عايزه، اوصل له الثري براكتس دول. ايه المانع نفس يا احمد؟ لا انا مش سامع يا جماعه، ايه معلش مش سامع. بس هو نيجاتيف 1 اوفر 2. طب ماشي، ما هو البراكت اهو دخلها جوه براكت، مش انت طلع لك على الكالكوليتر اللي عملت مود 5 3 تلاقي لك x equal negative 1 over 2 و x equal 1. x equal 1 ده دخلك جوه ازاي؟ تبقى x minus 1 و x equal negative 1 over 2 دي ال 2 تروح بالتايمز وتبقى 2x equal negative 1 ادخل negative 1 جوه تبقى 2x plus 1 صح كده؟ واضحة ولا ايه؟ طب ليه ما نحطهاش؟ لا يا سيد ما فهمتش. طب لحظة واحدة واحدة، لحظة واحدة واحدة، عمر ما فهمتش ايه؟ ازاي نعمل لونج ديفيجن؟ لا فهمتش الطريقة كلها؟ ولا اخر حتة؟ لا كل طيب ماشي مستر. قبل ما تنقل بس الحته الاخيره دي، يعني يعتبر الاجابتين الاخرين دول برضو فاكتورز بالظبط كده، هم دول 3 فاكتورز توي. اوكي تمام. ايوه احنا جيب في السؤال نفسه قلنا انه x minus 2 اذا فاكتور، وده كان السؤال بتاع ايه اللي هو قال لك شو ذات نو فاكتور لما عوضنا وطلع قلنا ايه بقى في بي؟ قلنا نعمل ايه في بي؟ في سي قصدك؟ قال لك فاكتورايز كومبليتلي. اوكي مستر، هو دايما هيدينا فاكتور من الثلاثه صح؟ لازم مستر. طب ليه ما نحطهاش يعني مود 5 4 على الكالكوليتر وخلاص؟ عشان مش تاخد درجات. تاخد درجات خالص؟ ايه تاني يا جدعان؟ هاجي لك يا عمر انت وجانا حاضر. ايه تاني؟ حد عنده اسئله هنا؟ طيب عمر وجانا ركزوا معايا تاني بقى. عمر وجانا ركزوا معايا، واي حد ما فهمش اللونج ديفيجن هعملها تاني، كل ركز معايا. عمر انا عرفت انت مش مركز معايا ليه، عشان قاعد بتاكل يا عمر. عرفت يا عمر، ماشي ماشي يا عمر براحتك. احمد طارق بتعمل ايه؟ احمد طارق ركز معايا هنا يا جماعه، هعمل لونج ديفيجن تاني. حلو كده اهو، انسى كل ده، بصوا اهو هنعيد من الاول. حلو كده عادي خالص. عايز اقول اصلا ان الدرس ده درس تافه تافه يعني، فيعني انا قصدي ايه، ما تقلقش منه يعني، فاهم قصدي؟ ده يعني من اتفه الدروس يعني، فدونت وري خالص. طيب هعيد من الاول خالص اهو، يلا بينا. مالك عمر ماجد فاهم ولا لا يا عمر؟ انا حاسك ساكت قوي يا عمر، انا مش متعود على السكوت ده يا ابني، الناس هنا بتقعد تتنطط فاهم. طيب هروح هنا يا جماعه اهو تاني،
اكتب الايكويشن بتاعتي هنا 2x باور 3 ماينس 5x سكوير بلس x بلس 2. سيف ركز معايا. وهكتب على الشمال الحاجه اللي انا الفاكتور اللي انا عارفه اللي هو x ماينس 2. اتفقنا كده؟ هاخد اول ترم عندي يا عمر اللي هو 2x سكوير. هعمله divided x، يعني هعمل ده divided ده، فهعمل 2x power 3 divided x. اداني كام؟ 2x سكوير. حلو احمد طارق، بتعمل ايه احمد طارق؟ بص يا احمد طارق عندي صح، هيديني 2x سكوير صح؟ اقوم رايح كاتب فوق اهو 2x سكوير. قال لك دلوقتي الرقم ده روح اضربه في البراكت الثانيه يا مريم. فلما اعمل 2x سكوير تايمز x يديني كام؟ to x power 3 صح كده؟ ده تايمز ده. ولما اعمل 2x سكوير تايمز نيجاتيف 2 يديني كام؟ نيجاتيف 4x سكوير صح ولا غلط؟ انا مش فاهم الحته دي. اي حته بقى؟ انا رحت يا عمر دلوقتي مش انت فاهم انا جبت منين؟ انت فاهم انا جبت منين 2x سكوير؟ اه بس ليه ما عملتش 2x كيوب divided by x minus 2؟ لا ما انت بتعمل دلوقتي اول ترم بس، لان انت عايز ترم واحد فوق. يعني لو نيجاتيف 2 بلس x ايه؟ لو مكتوب نيجاتيف 2 بلس x برضه هنعمل ديفايد باي نيجاتيف 2؟ اه انا على طول باخد اول ترم بس، باخد ده ديفايد اول ترم بس. ايوه الترم ده هو x minus 2. لو السؤال قال لك نيجاتيف 2 بلس x، لا 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 الترم هو الاكس مش اكس ماينس 2 يا مازن، اكس ماينس 2 ده براكت، الترم هو الاكس. فانا باخد يا جماعه باخد اول رقم عندي ديفايدد اول رقم عندي، يبقى 2 اكس باور 3 ديفايدد اكس اداني كام؟ اداني كام؟ 2 اتش سكويرد. حلو اروح بقى دلوقتي يا عمر اعمل 2 اكس سكوير ده تايمز البراكت كله. فلما اعمل 2x سكوير تايمز x اداني 2x باور 3 صح؟ 2x سكوير تايمز نيجاتيف 2 يديني نيجاتيف 4x سكوير صح ولا غلط؟ هروح اعمل ده ماينس ده. 2x سكوير ماينس 2x سكوير راحوا مع بعض صح؟ نيجاتيف 5x سكوير ماينس ماينس 4x سكوير يديني نيجاتيف x سكوير صح ولا غلط؟ وانزل الباقي بلس اكس بلس 2. هعمل نفس اللي عملته تاني يا مازن، هريبيت تاني. هعمل اول ترم ديفايدد اول ترم، يبقى هعمل نيجاتيف اكس سكوير ديفايدد اول ترم اللي هو كام؟ اللي هو اكس صح؟ صح؟ نيجاتيف اكس سكوير ديفايدد اكس يديني كام؟ نيجاتيف اكس صح ولا غلط؟ مستر ايوه احنا ليه ما عملناش لنيجاتيف 5x سكويرد انه نعمل لها برضه ديفايد باي x ماينس 2؟ عشان هي ما بقتش، عشان انت لسه اصلا لازم تعملها ماينس الاول من نيجاتيف 4x سكوير. يعني احنا مش هنعمل الفيرست تيرم اونلي؟ بالظبط فيرست تيرم اونلي. طيب فيا جماعه تاني يا جماعه نيجاتيف x سكوير خدت اول ترم مع اول ترم، اول ترم اللي هو نيجاتيف x سكوير مع x اداني كام؟ نيجاتيف اكس صح؟ اروح اكتبه فوق هو نيجاتيف اكس. بعد كده ارجع اعمل نيجاتيف اكس تايمز براكت، نيجاتيف اكس تايمز اكس يديني كام؟ نيجاتيف اكس سكوير. نيجاتيف اكس سكوير. ونيجاتيف اكس تايمز نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 اكس صح ولا غلط؟ بعد كده اعمل ده ماينس ده. هتلاقي اول ترم راح مع اول ترم. x minus 2x يديني نيجاتيف x صح؟ وال2 تنزل بلس 2. هعمل نفس اللي عملته تاني يا جماعه، هاخد اول ترم مع اول ترم. نيجاتيف x على جنب اهو، نيجاتيف x divided x يديني كام؟ نيجاتيف 1. اروح اكتب فوق هو نيجاتيف 1. بعد كده ارجع
اعمل نيجاتيف 1 تايمز براكت نيجاتيف 1 تايمز اكس نيجاتيف اكس نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 صح كده؟ يبقى اروح اعمل ده ماينس ده نيجاتيف اكس ماينس ماينس اكس راحوا مع بعض 2 ماينس 2 راحوا مع بعض بقى عندي صفار صح ولا غلط؟ صح لازم توصل للصفار يقول هابي فيس يعني هنعمل divide multiply وبعدين subtract بالorder ده ايه يعني احنا اول حاجه بنعمل multiply وبعدين لا بنعمل divide وبعدين multiply وبعدين بالظبط بنعمل divided بعد كده multiply بعد كده subtract تمام حلو كده استاذ انت جبت x minus 2 دي من فين اصلا كانت مكتبه في السؤال بالظبط ده كان بارت ايه مازن لما قال لي شو ذات ان اكس ماينس 2 از فاكتور فاحنا عوضنا بال2 طلع 0 فعرفنا ان هو فاكتور طب لو قال لنا بدل اكس ماينس 2 نيجاتيف 2 بلس اكس هنعمل ايه هي ما هي نيجاتيف 2 بلس اكس هي اكس ماينس 2 ما انت قلت بتعمل ديفايد باي ذا فيرست تيرم صح ما هو الفيرست تيرم على طول بيكون الاكس اوكي تمام طيب واضحه يا جماعه واضحه لونج ديفيجن اه تمام طب بعد لما جبت بقى ان اللي فوق ده فاكتور يبقى انا عندي دلوقتي الفاكتور بتوعي هما الاكس ماينس 2 والفاكتور الثاني هو ال2 اكس سكوير ماينس اكس ماينس 1 صح لسه ما خلصتش ليه لسه ما خلصتش الراجل قالك فاكتورايز كومبليتلي يعني ايه فاكتورايز كومبليتلي ياسر يعني لازم البراكت الكبير ده كمان تعمله فاكتورايز مود 5 سريع الكالكوليتر حنين فيديك في الاخر x minus 2 وهنا يديك 2 brackets 2x و x 1 1 minus و plus يا في الاخر هما دول 3 brackets 2 صعبة؟ السؤال ده كله بيبقى عليه كام درجة؟ على حسب مثلا ممكن 3 درجات ايه مثلا عليه درجتين اللونج ديفيجن ده عليه 4 او 5 درجات على فكرة هما بخيلين قوي في الدرجات انا مش فاهمة ايه ده انا هعمل كل ده عشان ترد بخيلين بخيلين حاضر بخلة اسمها بخلة هعلمك عربي ولا ماس ولا اعلمك ايه بالظبط خدت عربي اي جي لو سمحت خدت عربي اي جي مش واضح انت بخيلين مش عارف مش واضح خالص انك دخلتي يعني يا ريت فاهم قصدي تحاولي تصلحي الموقف طيب دي يا جماعه كانت اول طريقه اللونج ديفيجن طب ايه الطريقه الثانيه مش هتقول في طريقتين الطريقه الثانيه اسمها كومبير كوفيشن لو انت مش عاجبك ناديه خد سوسو على راي مستر رشوان ناديه وسوسو دي ايه ناديه وسوسو دي ناديه دي طريقه اولانيه مش عاجبك ناديه طريقه اولانيه خد سوسو الطريقه الثانيه ايه الطريقه الثانيه بقى دي هنشوفها دلوقتي اسمها كومبير كوفيشن عجباني ناديه انت عاجبك ناديه اه يا خبيث ماشي يا عم خليك مع ناديه خليها تنفعك هناخد بقى سوسو دلوقتي ايه سوسو بقى دي قالك الطريقه الثانيه اسمها كومبير كوفيشن قالوا يعني ايه كومبير كوفيشن قالك يا عم مش انت قلت لي ان انا عارف ان الفانكشن نفسها الرئيسيه اسمها 2x بار 3 ماينس 5x سكوير بلس x بلس 2 صح ولا غلط؟ صح يا شاب؟ صح قال لك طب مش انت عارف ان الفاكتور منهم هو الاكس ماينس 2؟ قلت له اه قال لي يبقى تعمل ده ايكوال اكس ماينس 2 ده البراكت الاولاني البراكت الثاني بقى ما عرفوش صح؟ قال لك بس انت تعرف تجيب البراكت الثاني بسهوله قلت له ازاي؟ قال لي هو انا عارف ان البراكت الثاني ثلاث ترمات قلت له مظبوط قال لي باخد اول ترم ديفايدد اول ترم بجيب الترم الاولاني يبقى 2x باور 3 ديفايدد x يديني كام 2x سكوير صح اهو مظبوط اخر ترم ديفايدد اخر ترم يديني كام 2 ديفايدد نيجاتيف 2 يديني كام نيجاتيف 1 ده اخر ترم قال لك واللي في النص ما اعرفوش اكتبه بلس bx
حلو كده؟ ده الترم الوحيد اللي انا عايز اجيبه. قالك دلوقتي لو انت عملت expand ال two brackets دول، مش انت عارف ان عشان تجيب coefficient في x تاخد ال x مع ال number وال number مع ال x، صح ولا غلط؟ يعني يا مستر، يعني انا عارف هنا ان على الشمال ال coefficient في x هو negative 2 bx minus x، negative 2 bx جات من هنا اهو، والنيجاتيف اكس جت من هنا اهو، صح ولا غلط؟ صح يا شباب؟ الاولانيه احلى بس. طب وانا عارف ان الكوفيشنت اوف اكس على الشمال بكام؟ بلس 1 اكس، يعني 1 اكس، صح ولا غلط؟ صح؟ قال لك ضيع الاكسات مع بعض، لما ضيع الاكسات مع بعض هنا اتبقى 1 ايكوال نيجاتيف 2 بي ماينس 1، صح ولا غلط؟ اكني عملت ايكويشن كلها ديفايد اكس، بس انا مش فاهم نيجاتيف 2 بي اكس دي. اه جت منين؟ جت منين يعني؟ اه يعني مش عارفه انت عملت ايه. عملت نيجاتيف 2 تايمز بي اكس. ايوه ليه؟ عشان اجيب الكوفيشنت في اكس، لان انا عارف ان نمبر تايمز اكس هيديني اكس، صح كده؟ اوكي. وعملت الاكس مع الرقم عشان انا عارف ان النمبر مع الاكس هيديني برضو اكس، صح ولا غلط؟ ايه؟ خدت النمبر مع الاكس. ليه ما عملناش انه الاكس ماينس نيجاتيف 1 اللي فات؟ ما عملتش ايه؟ مش فاهم. طب لحظه بس، واحده واحده، خلص جانا الاول، جانا تاني، معلش. انا باخد الرقم مع الاكس والاكس مع الرقم، باخد النمبر مع الاكس والاكس مع النمبر. يعني ايه؟ يعني براكت الاولاني باخد الاكس اللي فيه مع النمبر اللي هو نيجاتيف 1، والنمبر في براكت الاولاني باخده مع الاكس في براكت الثاني. ليه؟ عشان انا عارف ان ده اللي هيديني كوفيشنت في اكس، صح كده؟ فطلع لي من هنا نيجاتيف بي اكس ماينس اكس، وانا عارف ان في الايكويشن الاوريجينال الكوفيشنت في اكس بكام؟ 1 اكس، صح كده؟ بقى كده ضيعت الاكسات مع بعض، فبقى عندي 1 equal negative 2 minus 1، هودي 1 هناك، فيبقى عندي 2 equal 2b divided 2 يبقى b equal 1، صح ولا غلط؟ صح. اروح اقعد في البراكت بتاعي، فده معناه ان انا 2 brackets بتوعي هو x minus 2 في 2x square plus x minus 1، صح ولا غلط؟ مود 5 3 للبراكت دوت يديك في الاخر x minus 2، بفتح 2 brackets 2x و x 1 1 minus و plus، يبقى في الاخر هم دول الفاكتورز بتوعي الثلاثه دول. صعبه مستر؟ هو في السؤال هيحدد نحل بأي طريقه؟ لا يا حنين. طيب كويس. ياسر ايه سؤالك؟ خلاص هو انت جاوبت عليا يعني. طيب ماشي. طب انت منين حولت 1 equals negative 2b minus 1 انها بقت 2 equals 2b؟ قصدك دي؟ اه انت لو وديت ال 1 الناحيه الثانيه تبقى 2 equals negative 2b. الله عليك، غلطه من عندي، معلش. اه اوكي، لا انا افتكرتها كانت هتتكتب كام. طب مش، لا دي غلطه. يا b فعلا بكام؟ ب negative 1، صح؟ مفروض اه. يعني دي كده نيجاتيف 1 اه، 2x ماينس x ماينس 1، بقى كده فاكتورايز على الكالكوليتور فيديك 2x. لا لا، هو الفاينل انسر كان صح، كان بلس 1 وماينس 1 بس، يعني انا بس الحته دي هي اللي بالظبط. طب مش ينفع تدينا اكزامبل بس عشان نتاكد؟ هديك اكزامبل اه، هديكوا اه. انتوا حد هناك بقى واضحه كده ولا ايه؟ واضحه يا شباب ولا ايه؟ ايوه. مريم نايمة ولا ايه مريم؟ اجيلك بطانية؟ بطانية واحد، بطانية النبي، اصحي اصحي. طيب خدوا يا جماعة هذا السؤال، جربوا فيه.
شباب ابن ادمين مستر ايون دلوقتي الانسر اللي هو لما يطلع لنا حطها في مود 5-3 دي يطلع لي الاكس برقم يعني 1+√7. طب تعال نشوف ركزوا معايا يا جماعه شباب. قال لك use the factor theorem to show that x plus 3 is a factor of x. يبقى انا باجي هنا في a بقول x plus 3 equal 0. يبقى الx بكام؟ negative 3. اروح اعوض هنا مكان كل x بنيجاتيف 3 فتبقى equal negative 3 power 3 وهو تنسو براكت plus negative 3 square هو تنسو براكت minus 12 في negative 3 minus 18 هيطلع 0. لازم يطلع 0. لو ما طلعش معاك 0 تتأكد انك عملت حاجة غلط. ليه؟ لان الراجل بيقول لك show that ان هو factor يبقى لازم يطلع 0 في الاخر. لو طلع معاك اي رقم تاني تعرف ان انت عملت حاجه غلط ترجع تعيد الكالكوليشن. مستر هو ده ازاي سؤال؟ ايه ازاي سؤال اللي هو اوريدي قايل لك ان x plus 3 is a factor؟ لا هو بيقول لك شو ذات يا ميشيل شو ذات. ايوه بس اوكي هو ده an actual question يعني. لا اوكي طيب بي يا جماعه بقى بي الفاكتورايز هعملها بالطريقتين. ركزوا معايا مستر احنا بنسيبها ايكوال زيرو كده مش المفروض نكتب conclusion عشان هي show that نكتب ايه؟ conclusion يعني بنكتب ان هو so x plus 3 is a factor of f of x مش فرق يا احمد ماشي لازم ولا معرفش اصله كان اكتبها له يا عم اكتبها له طيب نكتب هنا يا جماعه الايكويشن بتاعتنا x plus 3 plus x squared minus 12x minus 18 ونكتب هنا الفاكتور بتاعنا اللي هو x plus 3 صح ولا غلط؟ تاني بقى واحده واحده بالراحه باخد اول ترم divided اول ترم x power 3 divided x يديني x square صح كده؟ اروح اعمل x square times bracket x square times x يديني x power 3 x square times 3 يديني plus 3 x square صح ولا غلط؟ اروح اعمل minus ولازم minus. لما اروح اعمل minus اول ترم هيروح مع اول ترم. بعد كده x square minus 3 x square يديني negative 2 x square وانزل بقية الترمات زي ما هي يبقى negative 12 x minus 18. أريبيت نفس اللي عملته تانية يا لوجاين نيجاتيف 2x سكوير ديفايد x يديني ماينس 2x أرجع ملتبلاي ده مع البراكت يبقى نيجاتيف 2x تايمز x بنيجاتيف 2x سكوير نيجاتيف 2x تايمز 3 بنيجاتيف 6x بقى أروح أعمل ماينس أول ترم يا لوجاين هروح مع أول ترم بعد كده نيجاتيف 12x ماينس ماينس 6x يديني كام؟ 6x يدي قصدي نيجاتيف 6x صح ولا غلط؟ وانزل 18 ماينس 18 اعمل نفس اللي عملته تاني نيجاتيف 6x ديفايدد x يديني نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 اعمل ملتبلاي نيجاتيف 6 تايمز x بنيجاتيف 6x نيجاتيف 6 تايمز 3 بنيجاتيف 18 صح كده؟ مظبوط. بعد كده اروح اعمل ماينس نيجاتيف 6x ماينس ماينس 6x راحت مع بعض نيجاتيف 18 ماينس ماينس 18 راحت مع بعض وبقى عندي 4 صح ولا غلط؟ يبقى انت كده خلصت صح وتعرف ان انت الفاكتورز بتوعك هم x plus 3 تايمز x سكوير ماينس 2x ماينس 6 حلو كده؟
هاخد البراكت دوت فاكتورايز على الكالكوليتر بديك اكس واكس. مستر هدي المفروض بقى ازاي نكتبها عشان طلعت 1 بلس ماينس روت 7؟ ما هي الاجابه صح بس ازاي نحطها في براكت؟ 1 بلس اور ماينس روت 7 هجربها كالكوليتر. مثل حتى لو جربتها مود 5-4 وحطيت الإكويجن كلها هيطلع لك نفس الحاجة. هيطلع لك x equals minus 3 وبعديها x equals 1 plus or minus root 7. لحظة لحظة بشير هجربها كالكوليتر. إذا كم شير معلش؟ إذا كم؟ اللي 1 plus or minus root 7. لو حطيتها مود 5-4 هيطلع لك الفاليو مش هيطلع لك 1 plus minus root 7. بس عملتها ال x squared minus 2x minus 6 هيطلع لك 1 plus or minus root 7. لا لا ماشي صح. طيب انا عارف هنا انت لو عملت مود 5-3 قول لي اجابه ثانيه كده مشان معلش. 1 plus or minus root 7 صح كده؟ يعني x equal كام دوت؟ يعني x1 equal 1 plus root 7 و x2 equal 1 minus root 7. 1 minus root 7 صح؟ دخل من جوه زي ما بنعمل يديني ايه؟ x minus 1 minus root 7 صح؟ وده دخل من جوه زي ما بنعمل بس عادي كده؟ يديك ايه؟ x minus 1 plus root 7 صح؟ يبقى هم دول brackets 2. يبقى اجي في الاخر اقول له brackets 2 هم x plus 3 في x minus 1 minus root 7 في x minus 1 plus root 7. انا ما عرفتش حاجه من صفحه 3 اللي هي من اول ما عملنا مود 3. ايه يا احمد معلش؟ نفس عيد بس الحته اللي هي بتاعت من بعد ما عملنا مود 3 3 مود 5 3 لا عملنا مود 5 3 طلع لنا اجابتين x equal 1 plus root 7 صح ولا غلط؟ هي دي ماشي صح. طب مش احنا متعودين ان احنا لما عشان ندخل حاجه جوه براكت نعكس الساين بتاعتها؟ هو ده اللي عملته دخلتهم جوه وغيرت الساين بتاعته. نفس الكلام دخلتهم جوه غيرت الساين بتاعته. ماشي بس كده. يا ايرون سبتها زي ما هي بالبراكت x for minus 2 x minus 6. ممكن يأكسبت ممكن يأكسبت ليه؟ ممكن نفتح ماركس كيوب نشوفها هنا يا جماعه اكسبت لو عملت كده ولا لا. هو هي اكسبت لو سبتها له في حقيقه اكس سكوير يعني لو عملتش فاكتورايز يعني لو عملتش الثري براكت. طب ليه هي اكسبت هنا؟ السؤال ده بس حد يقول لي ليه؟ لا حد يقول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان ما لكش فاكتورايز كومبليتلي. فانت لو يعني مثلا لو سبتها له التو براكتس دول تايمز بعض هتبقى اكسبتد. لو عملت فاكتورايز وكتبت له الثلاثه براكتس اللي تحت برضه هتبقى اكسبتد. ايه يا روان معلش قول يسارك. يعني هو لو ايه الفاكتورايز كومبليتلي لازم نعملها اللي هو فاكتورايز كومبليتلي معناها ان هي لازم تديكي 3 براكتس. طيب اوكي طيب نيجي يا جماعه بقى ايه للسي هنا سايد اكزاكتلي. ايوه مش لازم نوري الوركينج ازاي طلعنا 1 بلس ماينس 7؟ لا ما انت لو عملت لو وقفت هنا يا عمر خلاص مش لازم انت تقف هنا اهو. ماشي عشان كده حتى يا جماعه هتلاقينا مديك كام درجه؟ درجتين بس. قال لك ايه بقى في سي hence find all possible solutions for the equation كذا كذا صح كده. باخد يا جماعه كل مش احنا عندنا دلوقتي 3 brackets كتبناهم صح. هنا بقى لازم تعمل البراكت او مش شرط ممكن تعملها بالكالكوليتر. يعني عشان يعني من الاخر مش انا عندي هنا اول براكت x plus 3 صح كده
فانا عارف دلوقتي ان x plus 3 equal 0 صح؟ يعني x بكام؟ -3 صح. اللي بعديها مش انا عارف ان x minus 1 minus root 7 equal 0؟ يبقى الـ x بكام؟ 1 plus root 7 صح؟ والأخيرة مش x minus 1 plus root 7 equal 0 صح؟ يبقى الـ x بكام؟ 1 minus root 7 مظبوط؟ مظبوط؟ وضحها ولا ايه مستر؟ هو الدرس كله كده ولا في افكار هتبقى جالسه فيه؟ لا. يعني هو الدرس كله كده. تمام هتشوفه وليد. وليد ابلو ازاي ازاي سي عليه 3 درجات وبي عليه 2؟ عشان كل واحده ياسر عليها درجه. كل درجه من كل اجابه من الاجابات عليها درجه. طيب يلا يا جماعه 2 minutes. حلو يا سؤال جميل. يلا بص انا ايه اللي مش هيبعت لي اجابه على الشات هنفخه. ماشي بقول لكم شغل بقى انا قاعد بحل وانت قاعد بتلعب. ده يا حبيبي لا ده الكلام ده في اسم السيده. بس هبعت لك على الواتساب. ابعتوا لي على الزوم يا احمد الفاينل انسر بكام؟ جنى انت رحت فين يا جنى؟ جنى شفتي الاغنيه دي؟ يا جنى في مستر ينفعت حاضر هون. جنى انت روحتي فين؟ one man down. طيب اللي مش هبعت لي النتيجة اللي مش هبعت لي الإجابة هعلقه. ماشي يلا مروحة يا مستر. روان بقول لك يا جماعه بقول لك when f of x is divided by x plus 1 there is no remainder صح؟ معناها ان x plus 1 ده is a factor صح ولا غلط؟ يعني لما تعوض بهنا بالx equal negative 1 لازم يديك في الاخر equal 0 صح ولا غلط؟ يبقى انا هروح اقول f of negative 1 equal 6 of negative 1 power 3 اوعى تنسى brackets plus a في negative 1 square اوعى تنسى البراكت plus b في negative 1 minus 5 وكل ده equal 0. هيطلع لي من هنا ان negative 6 plus a minus b minus 5 equal 0. يعني a minus b minus 11 equal 0 صح ولا غلط؟ دي equation 1. باك قالك ان لما تعمل divided 2x minus 1 الريمندر is negative 15. هو 2x minus 1 دي لما اخليها equal 0 معناها ان 2x equal 1 معناها ان الx equal half صح ولا غلط؟ هروح اعوض يا رجعين بهاف. لما اعوض بهاف يبقى f of half هيديني 6 times half power 3 plus a في half square plus b في half minus 5 وكل ده يديني remainder كام؟ negative 15 صح؟ جايين هروح اعوض half power 3 دي 1 over 8 6 times 1 over 8 لو عملت ده يديك 3 over 4 ده plus 1 over 4a plus half b minus 5 equal negative 15. لو وديت الأرقام هناك هيبقى عندك 1 over 4a plus half b equal حد يعملها لي كده negative 23 over 4 negative 43 over 4 بس negative 43 over 4 negative 43 over 4. حلو قوي. يبقى دي الايكويشن الثانيه صح ولا غلط؟ مظبوط.
هعمل البي سبجكت هنا فيديني بي ايكوال اي ماينس 11 صح ولا غلط؟ ارجع اعوض بيها هنا اهو فيبقى عندي 1 اوفر 4 اي بلس هاف وافتح براكت واكتب اي ماينس 11 ايكوال نيجاتيف 43 اوفر 4 يبقى هنا 1 اوفر 4 اي بلس بلس هاف اي ماينس 11 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 43 اوفر 4 جمع الاهات مع بعض تعالى نعملها فوق بقى عشان المكان جمع الاهات مع بعض فيبقى عندك 1 اوفر 4 اي بلس هاف اي يديني 3 اوفر 4 اي ودي دي هناك بالبلس يبقى ايكوال كام نيجاتيف 21 اوفر 4 صح ولا غلط الفور تروح مع الفور يبقى 3a ايكوال نيجاتيف 21 اعمل ديفايد 3 يبقى الا ايكوال نيجاتيف 7 مثلا انا بس جبت الاثنين ايكويشن عملتهم ايكوال بعض انا جبت التو ايكويشنز يا احمد بعد كده عملت من هنا البي سبجكت عملتها باي سبستيوشن عملت البي سبجكت وخدتها عوضت بيها في الايكويشن الثانيه جبت الـ A بعد ما جبت الـ A أرجع عوض بيها هنا هو يبقى الـ B equal negative 7 minus 11 اللي هو negative 18 ماشي طيب سؤال عملت كل ده بس المشكلة ما جبت في حاجة بس في calculations فطلع كل الانسر غلط عشان كده simultaneous محتاج تركيز مستر أيوة أنا طلعت الـ 2 equations بعدين عملت 5 mode 5-1 على الكالكوليتر طلعت الـ A بعدين عملت substitution عشان اطلع البي هل كده باخد العلامة كاملة ولا بينقصني برضو؟ لا هتنقص يا أنا؟ هو بي طلع كام؟ نيجاتيف 18 واضحة شاب ولا ايه؟ هو انا ما عملتش انا العكس ما عملتش عملت مش عارف هعملها تاني وبعد كده اشوف ماشي يبقى احنا كده يا جماعه جبنا هنا اهو ان الاي نيجاتيف 7 والبي نيجاتيف 18 صح وغلط ارجع بقى اعوض بقى في الايكويشن نفسها يبقى عندي اف اوف اكس ايكوال 6 اكس باور 3 ماينس 7 اكس سكوير ماينس 18 اكس ماينس 5 صح وانا عارف ان اكس بلس 1 از فاكتور اروح اعمل لونج ديفيجن او كومبيرنج ذا كوفيشن براحتك يبقى اكتب هنا 6 اكس باور 3 ماينس 7 اكس سكوير ماينس 18 اكس ماينس 5 وهعملها ديفايد كام اكس بلس 1 اللي هو الفاكتور لما اعمل 6 اكس باور 3 ديفايد اكس يديني 6 اكس سكوير اعمل ده تايم زي يديني 6 اكس باور 3 بعد كده plus 6x سكوير اعمل ده minus ده فيتبقى عندي هنا minus 13x power 2 minus 18x minus 5 اعمل negative 13x سكوير divided x يديني negative 13x يبقى هنا negative 13x سكوير minus 13x اعمل minus فدول يروحوا مع بعض negative 18 minus minus 3 minus 13 يديني minus 5x minus 5 هعمل negative 5x divided x يديني negative 5 بقى كارجع اعمل times يديني negative 5x minus 5 اعمل ده minus ده كلهم يروحوا مع بعض 4 يبقى انا عارف ان factors بتطلعي هما x plus 1 والتاني 6x square minus 13x minus 5 صح؟ يبقى ده x plus 1 واعمل ده mod 5 3 يديني كام؟ يديني كام شباب؟ 5x minus 2 2x minus 5 3x plus 1 3x plus 1
اه سوري 2x minus 5 و 3x plus 1 minus 5 و 3x minus 1 غلط ولا كم 2x plus 5 3x minus 1 لا انا بسمعك ما حاجه منكم بس 2x minus 5 و 3x plus 1 3x plus 1 صح كده؟ اه طب لو عايز تعملها بطريقه الكومبير كوفيشن عشان عملت لكم بطريقتين اهو هتيجي تمسح ده اهو امسح بقى اللونج ديفيجن واكتب على الشمال 6x بار 3 بلس او سوري از ماينس 7x سكوير ماينس 18x ماينس 5 صح كده ياسر ده ايكوال بكتب الفاكتور بتاعي اللي هو x بلس 1 وافتح براكت كبير ياسر بند عليك يا حبيبي عشان تسيب البتاع اللي في ايدك اول ترم 6x بار 3 ديفايد x يديني 6x سكوير واخر ترم ديفايد اخر ترم ماينس 5 ديفايد 1 يديني ماينس 5 وفي النص بكتب بلس bx اروح على الشمال اجيب الكوفيشنت في اكس بجيبه ازاي قال لك الاكس مع النمبر والنمبر مع الاكس الاكس مع النمبر يعني اكس تايمز نيجاتيف 5 يديني نيجاتيف 5 اكس والنمبر مع الاكس يعني بي اكس قال لك وانا عارف ان على الشمال الكوفيشنت في اكس بكام نيجاتيف ايدين يا مريم يبقى نيجاتيف 18 اكس ايكوال نيجاتيف 5 اكس بلس بي اكس قال لك ضيع كل الاكسات مع بعض هيتبقى نيجاتيف 18 ايكوال نيجاتيف 5 بلس بي ودي دي هناك هيديني بي ايكوال نيجاتيف 13 صح؟ ارجع اقص البراكت بتاعي يبقى انا عندي هنا اكس بلس 1 والبراكت الثاني 6x سكوير ماينس 13x ماينس 5 اعمل مود 5 3 هيطلع لي 2 براكتس احنا جبناهم في السؤال اللي فات لما كانوا كام وكام يا احمد؟ مستر 2x minus 5 و 3x plus 1 مستر الطريقه دي معقده بصراحه ماشي لا براحتك براحتك متخلفه والتانية اطول بس اسهل بصوا بصوا انا فعليا يعني مش فارقه معايا خالص انا مش فارقه معايا خالص بصوا بس انا مش فارقه معايا خالص تحل باي طريقه حلو كده؟ المهم نحله خلاص بالظبط المهم ان انت تحلها الاثنين اكسبتد والاثنين هتاخد عليهم درجه كامله ماشي ماشي يا شباب اوكي مستر فتش في الشات ايه ينفع بس تشوف الشات سريع بس انا مش احنا اصلا خلصنا خلاص بس انا عايز اتستنى خمس دقايق معلش يعني كده خلصنا يا جماعه هو الدرس ده